عجعشت عجعشت عجعشت. اصدقائنا بطال ماكمش غالطين في البلاصة، انتو في القناة الصحيحة ومهيش زاود سيدي محرز. هذا فقط تجسيد للمكان اللي باش تدخله وتلقى فيه واحد واحد فقط يا حبيبي يفابي برا. عاد كان طلعوا اكثر من واحد عجعاجي عجعاجي. دوني فهمتوا موضوع الفيديو متاع اليوم، باش نشوفوا مدى تأثير الفاب على صحتنا كرياضيين. نولج عطاير كامل اب. السلام عليكم، تشوفكم بخير اصدقائي الابطال، ان شاء الله تكونوا في فورمه وفي صحه جيده. الناس الكل، امين مراد معاكم وانتم تتفرجوا في حلقه جديده من نولج عطاير. في السيريه هذه نعطيو معلومات بسيطه، معلومات خفيفه على الاخر، فك ودراسه كي او سؤال شائك محير الابطال. ولذا ماذا بيا اصدقائي الابطال كان تشجعوا السيريه هذه وتشجعوا القناه بالدعم نتاعكم. كيفاش؟ بسبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلك اشعار اول ما تهبط فيديو جديد. العوام الاخرى انتشرت بصفه كبيره الاله العجيبه هذه الفاب. انزل على البوطون يطلع الفابون. وتطرح لي السؤال هذا في عديد من المرات، هل الآلة هذه الفاب تنجم تأثر على صحتنا كرياضيين أو لا؟ قعدت نسترزلكم في الموضوع لين تحت بدراسة ما عندهاش برشا، تم نشرها في 2019 وهي مراجعة ثانية لمؤشرات جمعوها على جنود الجيش الأمريكي. وما يخفيش عليكم أصدقاء الأبطال، التحذيرات والتدريبات الذهنية والجسدية القاسية يتعدوا بها جنود هذوما بالحق تنجم تعطينا عينة ممتازة نعكسوا بها على رواحنا جسديا شنو نجم يكون التأثير هذا وتعطينا نظرة شاملة للموضوع هذا. الدراسة هذه فيها أكثر من 2800 جندي بمعدل أعمار تقريبا في 24 عام، يعني في تنبك صحتهم الجسدية والفحولية. قسموهم جماعة ما يتكيفوش وما يفابيوش، جماعة تفابي كهو، وجماعة تكيف وتفابي. خلينها جملة. بعد التحذيرات اللي قاموا بها تم عرض الاختلاف في التدريب واللياقة البدنية بين المجموعات هذية. في الجري لميلين، تمارين الضغط البوشابس والستابس. ما لقيتهاش بالعربي شنية. هاي شدوا عندكم. اللي فابيو عملوا أكثر وقت، وأكثر وقت لهنا مش حاجة باهية. يعني بمعدل 27 ثانية للجري في الميلين. الجماعة اللي لا يتكيفوا لي فابيو، اللي فابيو عملوا أقل تمارين ضغط بمعدل 4.5 من الجماعة لا يتكيفوا ولي فابيو. وأخيرا في الستابس عملوا بمعدل أقل بكعبتين من الجماعة لا تتكيف ولا تفابي. تنجموا تزيدوا تطلعوا على بقية المقارنات والنتائج متاع الدراسة هذه، ونخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. يعني ملخص الدراسة كان نعملوا ترتيب لهنا نلقاو الجماعة اللي لا تتكيف ولا تفابي عندهم أحسن لياقة جسدية من الجماعة اللي تفابيو اللي يجيو في المرتبة الثانية، وبعدهم يجيو جماعة اللي تكيفوا أكهو، وفي المرتبة الأخيرة وهذا عادي جدا الجماعة اللي تتكيف وتفابي في نفس الوقت. ومانيش بزيد نحكي عن المكونات اللي تنجم تكون في برودوي هذا، لأنه العديد منها يتم خلطها وتحضيرها في أماكن غير مرخص لها وبطريقة عشوائية. ولذا نحبك تفهم وتكون واعي أنه في بعض الأحيان تنجم تكون هرب من الميزاب لكن تحت في البير، وخاصة بتكاليف باهظة. وكلنا نعرفوا التكاليف بتاع البرودوي هذا والتكاليف نتاع الفازات هذوما والريق اللي قاعدين يعملوا فيه الكل، وهذا الكل داخل في الباكيج الكامل للتسويق للمنتوجات هذيا اللي باش يخليك تصرف اكثر ويزيد يبتز اموالك اكثر. وهذا الكل داخل في الطريقه التسويقيه الخبيثه اللي تبعوها الشركات هذيا. نعرف شكون توم المتابعين وخاصه الملمين بالدراسات باش يقول لك ايه هذيا فقط observational research، يعني فقط تمت متابعه العينات والجنود هذوما بدون تدخل. ولكن لانه ما اعتقدش انه باش يجي نهار وباش تحصلوا على عينه افضل من هذه. واحد، لانهم اشخاص متدربين جيدا وينتميوا الى جيش، مش خاطر جيش الامريكي، اي جيش كان باش يكونوا اشخاص متدربين. اثنين، ما اعتقدش انه باش يجي شخص لهي بصحته وقاعد يترنى وقيت روحه ومفلق روحه وعامل نظام عايش صحي، جي انت صاحبي اجا صاحبي بالله في سبيل العلم اجا باش ردوك تتكيف وباش ردوك تفابي باش نجموا نكتشفوا مدى تأثير الدخان على صحتك. ما اعتقدش شكون باش يقبل بها الحكاية دي. اخيرا اصدقاء الابطال، نعرف برشا اشخاص باش ينحيو الدخان ولاو يفابيو. ما نعرفش عن تجربتكم انتوما، هل ساعدكم انكم باش توليو تفابيو انكم قطعتوا الدخان او لا؟ ماذا بيا نعرف في التعليق رايكم في الموضوع هذا. تنجموا تزيدوا تطلعوا على بقية تنجموا تزيدوا تطلعوا زي ما شرب ما هذه باش تتصرح.